موجز الأخبار الاقتصادية من قناة رافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة المالية في حكومة كردستان العراق عن استمرار اقتطاع نسبة من رواتب موظفي القطاع العام في كردستان لشهر أيار الجاري. وأوضحت الوزارة أن توزيع رواتب الموظفين سيكون وفق الآلية المعتمدة منذ العام الماضي، والتي يتم فيها استقطاع 21% من رواتب الموظفين ونسبة 50% من رواتب ذوي الدرجات الخاصة. وأثرت هذه الآلية موجة تذمر شعبي بسبب التلكؤ في توزيع الرواتب، رغم التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن حصة كردستان العراق من الموازنة العامة. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة الأمريكية إلى 199 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغت 5,837 ألف برميل يومياً، مرتفعة بأكثر من مليون برميل يومياً مقارنة بالأسبوع الماضي. وأضافت أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 199 ألف برميل يومياً، في حين استوردت 235 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه. دعت لجنة النفط والطاقة النيابية إلى تشكيل فريق تفاوضي لزيادة صادرات العراق النفطية. وقالت اللجنة إن العراق حرم من تسويق النفط لفترات طويلة، كما أخذت حصته من قبل بعض الدول، ما يستدعي تشكيل فريق للتفاوض من أجل الضغط باتجاه زيادة الصادرات النفطية والحصول على حصة أكبر من قبل منظمة أوبك. ارتفعت أسعار النفط مع تزايد الدلائل على الاقتصاد الأمريكي الذي يتعافى بسرعة من وباء كورونا، الذي طغى على المخاوف من أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني سيؤدي إلى زيادة الإمدادات العالمية. وأكد الخبراء الاقتصاديون توقعاتهم بارتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً مع تباطؤ انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة واستمرار معدلة الوفيات في الانخفاض في فرنسا وإيطاليا، ما يبشر بالخير لاستهلاك الطاقة والنفط. ارتفع رصيد دين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي إلى 37 مليار دولار مقارنة مع نهاية عام 2020. وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن في نهاية شباط الماضي بلغ أكثر من 13 مليار دينار أردني، أما الدين الخارجي فقدر بنحو 13 مليار دينار أردني، في حين أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني الشهر الماضي تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي لأكثر من 15 مليار دولار أمريكي. قال بنك بيرنبرغ الألماني أن العالم بعد انتهاء فيروس كورونا سيدخل فترة ازدهار اقتصادي شبيهة بالعشرينيات، والتي تميزت بالرخاء الاقتصادي مع تحول ثقافي مميز. وأكد البنك الألماني أن الانهيار الاقتصادي الذي أنهى عقد العشرينيات قد لا يتكرر، حيث تعلم صانعو السياسات كيفية التعامل مع الأزمات. وأضاف بنك بيرنبرغ الألماني أن المستقبل القريب سيشهد ارتفاع الإنفاق مع عودة السفر والنشاطات الترفيهية ومرحلة طويلة من النمو إذا اتبعت السياسات المناسبة، بينما ستواجه الحكومات الكثير من التحديات أبرزها الديون والمرونة ضد الصدمات والتغير المناخي. ختام الموجز الاقتصادي، أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.